دكتور محمد عثمان. دكتور محمد عثمان هيتكلم على ذا ايدز اديشن اوف تي ان ام ستيجنج في البرونكوجينيك كارسينوما. دكتور محمد عثمان مدرس جراحه الصدر كليه الطب جامعه جنوب الوادي. اتفضل دكتور محمد. السلام عليكم. طبعا بنشكر الدكتور محمد عثمان على المؤتمر ده وعلى السيشن الحلوه بتاعت لان كانسر، وده يعني ماشي مع المبادره الرئاسيه بتاعت لان كانسر. عايزين السيشن دي مؤتمر كامل يا دكتور محمد. ان شاء الله هنتكلم النهارده على نيو كلاسيفيكيشن اوف تي ان ام كلاسيفيكيشن اوف لان كانسر. احنا كنا الفتره اللي فاتت ماشيين على السيفنز اديشن، دي كانت بدأت معانا سيفنز اديشن، دي بدأت معانا كانت ببلشت في 2009. دلوقتي خلاص بدأوا ينزلوا الاديس اديشن، والاديشن الثامنة دي بالظبط اتنشرت في 2017. طبعا زي ما احنا عارفين لان كانسر ده يعتبر دلوقتي ذا موست فريكوينت كوز اوف كانسر ريليتد ديس. تينيمي كلاسيفيكيشن ظهر بالظبط سنة 1973 باي الدكتور ماونتن وذا بابليكيشن اوف كلينيكال ستيج سيستم فور لان كانسر. ده كان بدايه اول اديشن في تي ان ام كلاسيفيكيشن. نيجي بقى للسيفنس اللي كنا ماشيين بيه. السيفنس ده اتنشر في 2009، وده اتنشر على 81,000 عيان، بس كان في شويه ليميتيشنز. اول حاجه هو اتنشر كان كولكتد في التسعينات، وده كان البيت ما كانش ساعتها مستخدم قوي، فبالتالي كان ده في ليميتيشن كبير جدا. ثانيا ما كانش وورلد وايد، في وورلد وايد برزنتيشن كان لا محدود على بعض الدول. راحوا حاولوا يتلافوا الحاجات دي كلها، اشتغلوا دخلوا البيت وعملوا لنا اديشن ثاني اللي هو الثامن. الثامن ده انتروديوسد ببلشد في 2017 1 يناير 2017. ده كان بيحاولوا يتفادوا الليميتيشن اللي حصل في السيفنز اديشن، ان هم خلوا اول حاجه طبعا هو كولكتد من سنه من 99 ل 2010، بس حاولوا بقى يبقى في وورلد وايد بريزنتيشن، اتعمل في 16 دوله من 35 سورس، وكان حوالي 94,000 بيشنت وير اسيست. بس برضو ليه ليميتيشن تاني، ان هو كان برضو الليميتيشن ان ال 94,000 دول كان معظمهم من اوروبا، كان 49,000 واحد من اوروبا، 49% من البيشنز كان من اوروبا، 40% كانوا من اسيا، كان معظمهم من اليابان ومن ساوث كوريا ومن الصين، بقيتهم بقى كان من نورث امريكا وساوث امريكا. ما كانش في اي برزنتيشن لافريكا او استراليا في الاديشن ده. تي نيمز ستيجنج ده بيعتمد على ثلاث حاجات: برايمري تيومر اللي هو تي، الليمف نود ميتاستاسيس ان، ديستنت ميتاستاسيس ام. ده حاجه بسيطه كده، جدول بسيط بيتكلم على النيديولز. دي حاجه خاصه بالاشعه الطب، ده بيعمل كلاسيفيكيشن بالمنر نيديولز، يا اما سوليد نيديول يا اما بتبقى سب سوليد نيديول. سوليد نيديول لا بتبقى دي عباره عن نيديول، بس عشان نبقى فاهمين، النيديول دي عباره عن فوكال اوباسيتي ما تزيدش عن 3 سم، دي بتبقى في السي تي. طيب السوليد بقى دي سوليد نيديول اللي هي هتبقى زي ما هنشوف في السي تي ده، يعني الليزر التاني، الليزر التاني اصفر ماشي. دي السوليد نيديول دي عباره عن ان هو كل البرونكو فاسكولار ستراكشرز بتبقى مختفيه فيها دي، ودي اكتر بتبقى مور انفيزيف. طيب دي الجي او دي بيبقى عباره عن ان الاوباسيتي اغمق شويه من السراوندنجز، لكن الفاسكولار ستراكشر لسه باينه. اما سب سوليد دي عباره عن سوليد نيديول او جزء سوليد جوه بارت سوليد او جزء سوليد جوه جي او. طيب بالنسبه لحجم النيديولز، ميلر نيديولز دي اقل من 2 سم، اقل من 2 ملي. المايكرو نيديول دي من 2 ل 3 ملي. طيب بالمونري نيديول دي من 4 ل 3 سم، بالمونري ماس اكتر من 3 سم.
نرجع بقى من الاول. تيبيكال ادونس هايبربليزيا دي حاجه بري مالجنانت كونديشن، دي بتبقى فيها بيور جي جي او اقل من 5 سم. نعلى شويه في الانفيزيف كارسينوما انسايت او ادين كارسينوما انسايت، دي عباره عن جي جي او بيور جي جي او من 5 ل 3 من 5 مللي 3 سم. نعلى شويه في المينيمال انفيزيف ادين كارسينوما، ده اللي هيفرق معانا في السي تي. يقول لك لا والله ده خد بالك ده عباره عن بارت سوليد او سوليد اريا اقل من 5 سم، بمعنى ان بارت سوليد ان السوليد اريا اقل من 5 مللي في جي او اقل من 3 سم. عشان بس كذا حد من السي تي يقول لك لا ده 3 خد بالك من السوليد ده 3 مللي فيروح يخش على اللي بعده انفيزيف. لا لازم يقول لي السوليد بارت كام والجزء الجي او كام. لا السوليد بارت اكتر من 5 لا ده دخل في الانفيزيف ادين كارسينوما. لا اقل السوليد بارت اقل من 5 سم لكن جي جي او لغايه اقل من 5 مللي لغايه وجي جي او لغايه 3 سم لا يبقى كده ده مينيمال انفيزيف. نيجي بقى الانفيزيف ادين كارسينوما، لا ده انفيزيف ده بيبقى لارج بقى بارت سوليد لارج سوليد اكتر من 5 اكتر من 5 سم لاقل من 3 مللي، ده كله عشان نسميه نديول. تيومر ستيجنج التي ده بيعتمد، عشان بس لما يقول لك ان والله ده تي 1 تي 2 تي 0 هنعرف شويه. ده بيعتمد على ثلاث حاجات مش الحجم بس، ده بيعتمد على الحجم اللوكال انفيجن بتاع الماس نفسه اهو الاند برونكيال ستراكشر هل واصل لغايه فين في البرونكس. ثالث حاجه في سيبر تيومر نيديولز في نفس الناحيه في نفس اللوب ولا في اذر لوب، هنعرف ده كله. دي البيبر او البيبر اللي نشرت فيها الايتس اديشن اوف تي ان ام ستيج. دلوقتي على طول هنفسر الشكل ده حته. هنيجي نتكلم بقى على التيومر سايز. هنتكلم على التيومر سايز الكلام في الكلام جديد في الطبعه الثامنه، وهنتكلم على الفرق ما بينه وبين الطبعه الاخيره اللي هي الطبعه اللي قبله السبعه. هنيجي بقى الاول اقسم الحجم بتاع التيومر من 1 سم من 1 سم 2 سم 2 سم 3 3 4 5 7 الاول ما كانش فيه 2 2 دي كان مش جديد. قال لك لو اقل من 1 سم هيبقى تي 1 اي. جالك النيديول قال لك السي تي ده لا دي نيديول صغيره اقل من 1 سم ده تي 1 اي. لا من 1 لاثنين يعني من واحد وواحد لاثنين بالظبط. لا ده تي 1 بي كان الاول لا كان ما كانش في حته الاثنين دي خالص ده الجديد. بعد كده بين اثنين ل 3 سم ده تي 1 سي. دخلنا بقى من 3 ل 4 لا ده دخل في تي 2 اي. من 4 ل 5 ده تي 2 بي. 5 ل 7 تي 3 من اكتر من 7 تي 4. الجدول ده اللي هو بيتكلم على ال بنركز على موضوع السوليد والبارت سوليد، يعني معنى كده تي 1 اي ده عباره عن اقل من 1 سم سوليد تيومر او 1 سم اقل من 1 سم سوليد بارت وزن بارت سوليد تيومر اقل من 3 سم. طيب تي 1 بي من 1 ل 2 سوليد تيومر او من 1 ل 2 سوليد بارت وزن بارت سوليد تيومر اقل من 3 سم. وكذلك تي 1 سي الاندوبرونكل اوبستراكشن اكستنشن. الاول لو كان الناس تفتكر يقول لك والله لا داخل في اللوبر برونكس، لا ده داخل في المين برونكس، اقل من 2 سم من كراينا ده حاجه، لا اكتر من 2 سم من كراينا ده حاجه ثانيه. اتلغى الموضوع ده في الاديشن الجديد، لا هو لغاه. قال لك انا بالنسبه لي في اللوبر برونكس او ديستركت لوبر برونكس ده تي 1 خلاص خلاص تي 1. طيب لو كان في المين برونكس واصل لاقل من 2 سم من الكراينا او اكتر من 2 سم من الكراينا بالنسبه لي برضه هي تي 2 مش هيفرق معايا في حاجه. طيب لا
كان زمان يقول لك لا في الايديشن اللي فات برضه عامل كومبليت اوبستراكشن، عامل كومبليت بوست اوبر بوست اوبستراكتيف اتليكسز ده حاجه، لا بارشال ده حاجه، لا برضه في الجديد برضه نفس الحكايه، عامل كومبليت او بارشال زي ما هو. مفيش تي 3 في الاندو برونكل اوبستراكشن، لكن واصل لغايه وصل للكراينه او التراكيه، ده خلاص بالنسبه لنا تي 4. لوكال انفيجن، لوكال انفيجن هو بتاع طبعا يعني الاديشن السبعه، بس قصه في حاجه واحده بس اللي اتغير فيها، اتغير فيها اللي هو الدايفرام. الدايفرام كان هناك لا كان مخليه تي 3، هنا لا عملوا ابجريد وخلوه تي 4، لكن هو تي 1 نو لوكال انفيجن، ما راحش اي مكان لا باللوره ولا اي حاجه، تي 2 فيسرا باللوره، تي 3 شيستول برايتال بيركارديوم برايتال باللوره او الفرينيك. الدايفراغ كان تي 3 في السيفنز اديشن، دلوقتي لا هو غيره وخلاه تي 4، اكستنشن للدايفرام ميداستاينام هارد جريد فيسل وهكذا. ده جدول بسيط بيقارن ما بين السيفنز اديشن والايتس اديشن اكوردنج تو ذا سايز. زي ما قلنا هو الاول ما كانش فيه هنا من 2 ل 3، لا هو كان معتبرها من 1 ل 3 على طول، من 1 من 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 اقل من 1 تي 1 اي، هو بيعتبرها من 1 ل 3 تي 1 بي، ما كانش فيه الاثنين دي خالص. لا هنا في الاديشن الجديده لا من 1 ل 2 تي 1 بي، من 2 ل 3 تي 1 سي، هو كان تي 1 مفيش غير اي وبي. بعد كده هنا نفس الحكايه، هنا بالظبط كانش في حته الاربعه، هو بالنسبه له كان تي 2 اي تي 2 بي، من 3 ل 5 ومن 5 ل 7، لا هو عمل ابجريدنج خلى الاكثر من 7 ده بي تي 4، لكن في حين الاديشن السبعه كانت لا تي 3. برضو الاختلاف اللي حصل في البرونكس في الاندو برونكال اكستنشن، قال لك في الاول كان يقول لك لا لو كان اقل من سوري اكستنشن مسافته اكتر من 2 سم من الكراينه ده تي 2، وده هو في الايتس اديشن. الخلاف هنا لو كان عامل اندو برونكال اكستنشن اقل من 2 سم من الكراينه، هو في اللي فات قال لك تي 3، هو بالنسبه له مفرقه 2 سم، الليميتيشن بتاع 2 سم، اقل من 2 سم لا ده تي 3، اكتر من 2 سم تي 2، لا في الايتس الاثنين مخليهم في طبعه واحده، مخليهم مره واحده تي واحده تي 2، الاثنين برضو نفس الحكايه تي 2. طيب برضو نفس الحكايه بارشال اوبستراكشن او كومبليت اوبستراكشن، هو بالنسبه له برضو مقسمهم بارشال تي 2 اوبستراكتيف كان تي 3. بالنسبه بعد كده الانفيجن نمشي خلاص انا عايز امشي اصلا. بالنسبه للانفيجن، انفيجن دايفرام داخل ده كان في السيفنز اديشن كان مخليه تي 3، لكن لا في الايتس اديشن مخليه تي 4. بعد كده السيبريت نديول ده زي سيم، كل حاجه زي سيم، الليمف نود ميتاسز نفسه هو زي ما احنا هو هنشوف الليمف نود في السيفنز اديشن هو في الايتس اديشن، مفيش اي اختلاف، هما اللي احنا كنا شغالين عليه. زي ما احنا شايفين الN1 اللي هي حاجات اللي هي بتبقى هايلر انتربالمونري دي N1، لا بدا يطلع لبره شويه، دخل في الميداستاينال، دخل في السبكراينال، دخل في الـ في الـ في اسمه ده بيري برونكيال، كله ده N2، لا بدا يروح على الناحيه الثانيه كونترالاترال، سواء دخل في الهايلر في الميداستاينال ده لا كده دخل يبقى N3. بس لا وصل بقى وصل بقى للسكالين، وصل للسوبر كاليفيكر، لا ده دخل برضه في الان 3 سواء ابسيلاترا او كونترالاترا، هو الايتس هو السيفنز. طيب برضه هنا في خلاف في الديستنت ميتاسيس، هناك كان في السيفنز اديشن ما فيش، هو ام 0 نو ديستنت ميتاسيس، ام 1 اي كان فيه مالجنت بلورا ليفيجن او بريكاردا ليفيجن او نيديولز او سيبرت نيديولز في الاذر لانج عادي، هو ذا سيم. اللي زاد بقى هنا
في ام 1 بي السيفزن اديشن ده لا اي قال لك اكسترا ثوراسيك ميتاسيس سواء سنجل او مالتيبل. لا هنا في الايتس اديشن لا زوده قال لك لو سنجل اكسترا ثوراسيك ميتاسيس ده ام 1 بي، لو مالتيبل ميتاسيس اكسترا ثوراسيك ميتاسيس ده ام 1 تي. اه زي ما في الصوره قال لك ام ده زياده ام 1 نو ديستنت ميتاسيس ام 1 اي ده هيبقى سيبر نديول في الازر لانج او بريكارد الفيوجن او باللورا الفيوجن. ام 1 سي ده مالتيبل اكسترا ثوراسيك ميتاسيس. الجدول ده بيبين لي الستيجز بتاع اللان كانسر، هو لازم يتحفظ، هو جدول يعني ملوش اي طريقه بس انا اختصرته كده في صوره بعدها، بس لازم يتحفظ عشان نعرف ستيج 1 ستيج 2 وهكذا عشان خاطر ده هيفيدنا هل هو لا ليه جراحه لا ليه باليتيف وهكذا. انا دايما بحفظهم بالدياجرام ده، معلش يمكن مش واضح كويس. ايه يا باشا؟ هاند ميد يا باشا، ده حاجه بتساعدني انا بقى عشان ستيج 1 هو لا هو البيكشر اللي فات ده انا هي معايا على الموبايل، ولما باجي بعمل ستيجنج لا برجع بدخل وبعمل ستيجنج منه على طول، لان هو لا الجدول ده صعب يعني حفظه صعب شويه بس صراحه صعب وملوش طريقه غير انه يتحفظ، لازم يتحفظ يعني هو اللي يخليه معاه الموبايل ويبص منه مفيش مشكله، لكن انا اختصرت الطريقه في حاجه معينه. ستيج 1 ستيج 1 ان 0 ام 0 ده ما فيهاش ولا اي حاجه، بس تيجي بقى تقسمها A و B. A بتتقسم ل A1 A2 A3 معناه كده T1A T1B T1C زائد يبقى انت T1A N0 M0 D stage A1 A1 A2 T2 T1B A3 T1C B T2A تمام. تيجي هنا انا بعمل ابجريدنج لل T بس، لكن هو كله ان 0 ام 0 لغايه ستيج 2B. لا عرفها كده كله ان 0 وانت شغال بتعمل ابجريدنج لل T بس. ستيج 2A ده T2B ان 0 ام 0 بي ستيج 2B T3 ان 0 ام 0. تيجي بعد كده هنا بقى لا كده دخلنا N1 M0 يبقى ساعتها هنا دي بتبدأها من الأول من T1 لT2B N1 M0. أنا عارف الموضوع بس صعب بس إيه يعني الواحد بيحاول يفتكر بحاجة زي كده. Stage 3 بقى دي يعني إيه فيها كل حاجة من N1 M0 لغاية N2 M0. Stage 4 دي اللي سهلة. Stage 4A N T N مع M1A و M1B. لا ستيج 4 بي لا ام 1 سي واني تي اني ان. طيب تيك هوم مسج اللي هو هناخده فرق بين ده وده السابع والثامن عشان اختصار للكلام ده كله. انت فاكر السابع اوكي، انت مذاكر السابع او فاكر السابع اوكي، حافظ السابع اوكي مفيش مشكله، الفرق بس في حاجه معينه حاجات معينه بس في الايدز اديشن. اول حاجه لازم عشان نقيس بيتقاس بحاجتين لما نقيس المساحه او السايز بتاع التيومر حاجتين، يا اما عن طريق الاشعه ما عن طريق البصريه. اشعه ان هو بيقيس لي لارجست دايامتر، البصريه بيقيس لي اكتر مكان انفيزيف ويقول لي حجمه كذا. يعني انا ممكن الاقي في الاشعه حاجه واعمل اوبراتيف وبتاع البصريه يقول لي لا ما كانش حجمه كده ده كان حجمه اكتر. طيب زي ما اتكلمنا قلنا انه هو التيومرز التي سايز كان هناك ما كانش بيتكلم على 2 هو بيتكلم من 1 لـ 3، هو لا هنا بيتكلم من 1 2 3 وهكذا زي ما اتكلمنا. فهو هو بيتكلم بيقول لك انه هو من لو اكتر من 5 من اقل اكتر من 5 او اقل من 7 ده تي 3 اكتر من 7 تي 4. لا كان في في الاديشن السابعه كان لا ده متقسمه تي 2 وده تي 3. طيب زي ما اتكلمنا برضو اند برونكل ابستراكشن قال لك ما فيش فرق بين مساحته من 2 سم للكراينه دي مش هتفرق معايا في حاجه، انا بالنسبه لي كل واحد
بالنسبه لي نفس النظام، ما فيش اي حاجه. ثالث حاجه الديستنت ميتاسيس، قال لك التيومرز انفولفنج الدايفرام، لا هو عمل لها ابجريد. كانت الاول في 7 اديشن تي 3، في ال 8 خلاها تي 4، في الميتاسيس قال لك لا والله قسمها لسنجل اكسترا سوراسك ومالتيبل اكسترا سوراسك. في 7 كان ما كانش مقسم، كان كل واحد ديستنت ميتاسيس خلاص. لا هو هنا قسمها ام 1 بي ام 1 سي، هو كان لا اخره ام 1 بي ام 1 سي. شكرا.